يريدون اللقب، هم مصممين على البطولة التي لم يفوزوا فيها منذ موسم 2000، رغم أنهم أكثر الأندية تتويجا بها على مستوى القارة الأكبر في العالم. بداية النزال، الهلال في ملعبه بين عصارة بنو هلال، يخططون لاستعادة الكبرياء الآسيوي بعد فترة ارتاحوا فيها، بعد فترة غابوا فيها عن الألقاب، ودخلت بعض أنصارهم فيما يعرف بالوهم، نعم وهم أنهم غير قادرين على ترويض هذه البطولة، بينما في واقع الأمر يملكون من الإمكانيات ما يسمح لهم بالذهاب بعيدا.